ماذا ترى؟ على الأرجح منطقة فارغة من سماء الليل، لكن لا تصدق عينيك. أنت تنظر إلى آلاف الأشياء المتوهجة، ومع ذلك فإن الطريقة الوحيدة لرؤيتها كانت باستخدام هابل. في عام 2012 ركز العلماء مرآة التلسكوب على نقطة ثابتة وتركوها في هذا الوضع لمدة 10 أيام. استمر هابل في التقاط الصور، ثم تم دمجها بعد ذلك. نتيجة لذلك ظهرت ملايين المجرات القديمة في الصورة، سيكون من المستحيل رؤيتها حتى باستخدام تلسكوب أرضي. وهذه ليست المرة الوحيدة التي جعل فيها هابل الناس يشكون فيما يرونه. على الرغم من أنه لا يزال قيد التشغيل، سيتعين على الماكينة الخروج من المدار. وبما أن تكلفة هابل تكلف مئات المرات أكثر من أي تلسكوب أرضي، يناقش العلماء والحكومات ما إذا كانت مثل هذه المشاريع باهظة الثمن ضرورية. في هذا الفيديو سنكتشف هل يمكن أن تتحول الصور التي التقطها هابل إلى كذبة؟ ما هو آخر شيء سيراه؟ دعونا نلقي نظرة على الإيجابيات والسلبيات. كيف بدأ كل هذا؟ تم تجميع هابل من قبل مهندسين من 5 شركات ومؤسسات مختلفة على الأقل. تم تكليف مركز جورج مارشال الفضائي بمسؤولية تصميم وتطوير وبناء تلسكوب. تم منح مركز جودارد للرحلات الفضاء السيطرة الشاملة على الأدوات العلمية ومركز التحكم الأرضي للبعثة. تم تكليف شركة البصريات بيركن ألمر بتصميم وبناء مجموعة الأنبوب البصري وأجهزة الاستشعار الدقيقة للتلسكوب الفضائي. شاركت شركة لوكهيد مارتن في بناء مركبة فضائية للتلسكوب. بشكل جماعي كرسوا جهودا كبيرة لن تصدق عينيك لجمع جيجا بايتس من الصور الباهتة. لا يمكنك معرفة ما إذا كانت هذه سحب غاز أو لوحة لرسام الألوان المائية جوزيف سبوكشفيتش. الحقيقة هي أن في بداية عمله أصيبت مرآة هابل الرئيسية بانحراف كروي. هذا يعني أن تركيز الضوء قد تحول، ولم يتمكن هابل من التقاط وإرسال صور واضحة للأجسام البعيدة إلى الأرض. في ذلك الوقت كان مشروع بقيمة 1.5 مليار دولار تحت التهديد. كان لابد من إصلاح المرآة. بعد 3 سنوات قام فريق الإصلاح الفضائي بتزويد هابل بنظارات وتجهيز المرآة بجهاز بصريات تصحيحية حتى يتمكن التلسكوب من الرؤية بشكل أفضل. كانت المهمة واحدة من أكثر المهام تعقيداً. في عام 1999 فشلت 3 من أصل 6 جيروسكوبات للحفاظ على الاتجاه، وقبل أسبوعين فقط من إطلاق مكوك الإصلاح فشل الجيروسكوب الرابع. فقد هابل القدرة على التركيز على الأشياء وأصبح عديم الفائدة تماما لبعض الوقت، حتى قامت الرحلة الاستكشافية باستبدال جميع جيروسكوبات هابل الستة وجهاز الاستشعار التوجيه الدقيق وجهاز كمبيوتر على متن الطائرة. كانت هناك 5 بعثات من هذا القبيل، وستكون مستحيلة إذا لم يصمم المهندسون هابل في الأصل ليتم صيانته في الفضاء. ومع ذلك وللسبب نفسه أصبح تلسكوب أكثر تكلفة حتى بعد دخوله المدار، حيث أرسل صورا ضبابية. فهل نحتاج واحدا آخر؟ أعتقد أن هذه حجة ضد هابل، لكن ماذا عن إنجازاته؟ بعد إزالة العيوب حصل هابل على فرصة ثانية. على مدار 15 عاما الأولى من عمله قدم أكثر من 1,000,000 صورة للأجرام السماوية، النجوم والسدم والمجرات. أتاحت الصور الجديدة رؤية ما كان غير واضح أو حتى غير مرئي في المعتاد. أظهر هابل كيف بدأ الكون. قدم أول خرائط سطحية قائمة على الصور لبلوتو وآريس، الكوكب القزم الثاني بعد بلوتو.
تم تحديد العمر الدقيق للكون، عمره 13.7 مليار سنة. بفضل هابل كان العالم كله يشاهد عندما اصطدم المذنب شوميكر ليفاي 9 بسطح كوكب المشتري. كان هابل هو الذي حصل على عرض عن قرب غير مسبوق لواحدة من أقدم المجرات المعروفة في الكون، لكن كل شيء تلتقطه الصور يبدو مختلفا تماما. علينا معرفة كيفية عمل كاميرا هابل بالضبط. إنه بطبيعته أبيض وأسود، ومع ذلك يحتوي التلسكوب على مجموعة من مرشحات الضوء. لوحة هابل يبدو أن الصورة النهائية هي مزيج من 3 صور في نطاقات ألوان مختلفة. تعطي القناة الحمراء للوحة اللون الأحمر الأرجواني، تعطي القناة الخضراء لونا أحمرا خالصا، تعطي القناة الزرقاء لونا زمرديا. تتم معالجة الصور من خلال استخدام تعديلات السطوح المحلية، ثم يتم دمجها وتحويلها إلى صورة RGB. لكن الشيء الذي يجب فهمه هو أن الألوان ليست حقيقية. عند التقاط صورة بالألوان الحقيقية لنقل باستخدام الكاميرا، لن تصدق ذلك، لكن سديم الفقاعة سيكون أحمر. هذا لا يعني أن هابل يخدعنا، إنه فقط يمكن رؤيته في نطاقات الألوان الأخرى. إنه بالتأكيد يستحق الأموال التي يتم إنفاقها عليه، لأنه يظهر ما لا يمكننا رؤيته بأنفسنا. وكان المثير الرئيسي للمشاكل العنصر الذي يزن أكثر من 800 كيلوغرام، مصنوعا من زجاج الكوارتز، وهي مادة قوية مقاومة للتأثيرات البيئية الفضائية. لكن عملية تلميع المرآة استمرت ما يقرب من 2.5 عامين، فاتت المواعيد النهائية الأولية، وتم تجاوز الميزانية بشكل كبير. في تلك المرحلة زادت الميزانية الإجمالية للمشروع إلى 175 مليار دولار، وكما تتذكر لم تكن خالية من العيوب. هل نحتاج هابل آخر؟ على الأغلب لا، ولكن ليس فقط تكلفة الإطلاق والصيانة، علينا أيضا معرفة كيفية التخلص من هابل. لقد كان في المدار لأكثر من 30 عام، وعلى الرغم من أن وكالة ناسا تنص على أن التلسكوب في حالة تقنية ممتازة، فإن خليفته ينتظر على أشده. سيكون جيمس ويب المقرر إطلاقه في 21 ديسمبر. نعم، لقد اكتمل برنامج هابل الرسمي، لكنه سيبقى في المدار حتى عام 2030. ثم ستحترق 6 أطنان من كتلته في الغلاف الجوي، وستسقط 5 المتبقية في المحيط الهادئ. إنه لأمر محزن بعض الشيء دون التفكير في حقيقة أن هابل كان في الفضاء لفترة أطول من الفترة المحددة. لكن الميزانيات الزائدة والتأخر في جدول أعمال ويب أجبر ناسا على تأجيل موعد الإطلاق المتوقع، لذلك كان على هابل البقاء في المدار. في يونيو من عام 2016 تم تمديد برنامجها رسميا لمدة 5 سنوات من أجل استمرار البعث. تم تخصيص أكثر من 190 مليون دولار، والآن ستغرق كل هذه المليارات في المحيط، وهو أيضا غير صديق للبيئة. هنا قد تختلف الآراء. قد يقول البعض أنه يمكننا التحكم بدون صور المذنبات أو السدم، وأنا أتفق، سنكون بخير بدونها مثل البشرية. لكن كمستكشفين متعطشين للمعرفة إلى الأبد، لا يمكن الاستغناء عن أشياء مثل هابل. لذا فإن تصويتي هو بالتأكيد نعم. فما هو صوتك؟ لا تنسوا أن تبلغوني في التعليقات بالأسفل ماذا تودون أن تشاهدوه على قناتكم ريدل، ودمتم في أمان الله.